مساء الخير وحياكم مشاهدينا مجددا بعد أن استمتعنا بالوصلة الغنائية الأولى والتي أحياها الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، والآن فاصل قصير ومن ثم نستكمل ونستمتع بالوصلة الغنائية الثانية لهذا الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي. وكما نعلم أنه هو فاقد لبصره في وقت أن كان عمره 12 عام، لكن هذه الإصابة ربما ينرجس يعني لم تمنعه من أن يطرب بملايين المستمعين والأشخاص حول العالم بهذه الموسيقى الكلاسيكية والأوبرالية حول العالم. نرجس، تدري محمد لما يؤدي بس يعني يسوي تجارب الموسيقية قبل الحفل حقه دائما ما يكون في أحد، لأن ما شاء الله حاسة السمع عنده قوية جدا، وأي أحد يتحدث يسمعه، فيحب أنه يكون التدريبات حقه في وقتها، وأيضا ما يكون أحد موجود يتكلم فيها، لأن ما شاء الله الله عطاه شيء وأخذ منه شيء، بس ما يعطي إلا الجمال طبعا رب العالمين. أيضا نرجس خليني أقول أنه يعني مبيعات الألبومات التي أحياها الفنان أندريا بوتشيلي يعني وصلت إلى 90 مليون نسخة من حول العالم، وهذا يدل على القبول الكبير لهذا الفنان العالمي. أحب ضيفتنا، أهلا وسهلا. طبعا معنا الأميرة دانا فراس، طبعا رئيس لجمعية الحفاظ على البتراء، أهلا وسهلا فيك، نورتيني. الله يخليكي، مبسوطة جدا وسعيدة بوجودي معاكم، وشكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله، احنا سعيدين أكيد بوجودك معنا اليوم في هذه الليلة الاستثنائية التي يحييها الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي. خلينا أقول لك يعني اليوم يعني العلا شهدت يعني حدث استثنائي وعالمي، نتكلم على توزيع الجوائز للمشاركين لجائزة نوبل للسلام 2020. كيف شفتي مثل هذا الحدث التاريخي في مثل هذا الزمان وهذا الوقت تحديدا؟ يعني اولا يا سيدي، يعني العلا مكان عظيم جدا، يتميز ليس فقط بالطبيعة الخلابة ولكن بالتراث والثقافة والتاريخ العريق، فيعني ما في مكان مناسب أكثر من العلا للاستضافة اللي صارت اليوم، اللي هي عدد كبير من الحائزين على جوائز نوبل والمفكرين والمؤثرين في السياسة والاقتصاد والتراث والثقافة، اللي الآن هم اللي عم يعني بيأثروا بالتفكير والقرار دوليا. فكان ليس بتوزيع جوائز ولكن حلقات نقاش تبادل معرفي، يعني تعلمنا واستفدنا الكثير من الجلسات اليوم الصبح. كان لك جلسة للحفاظ على التراث طبعا، كيف نقدر احنا نتعاون كدول مع بعض للحفاظ على التراث من يعني مثلا ايدي خارجيه ولا من العبث ولا ايضا من مثلا اخذ بعض الدول مثلا لهذه الاثار او التراث لمناطقهم وهي تعود الى مناطق اخرى؟ يعني حلقه النقاش اليوم كان لها علاقه بموضوع التراث، ليس فقط ما هو التراث واهميه التراث وما هي الأمور اللي بتهدد التراث في وقتنا الحالي، وأيضا ما هي أهمية إنه ننقل التراث من جيل إلى آخر. فكان له عدة محاور، موضوع التهديد اللي بيواجهه التراث والأماكن الأثرية الآن، هذا موضوع مهم جدا ومتعدد، فمنها الحروب والنزاعات، منها الـ يعني التهديم اللي بيكون مبني على انه تمحي هوية شعب او مشان تبدل هذه الهوية بهوية اخرى، منها عدم معرفة، يعني كثير من الخراب والتهديم والسرقات مرات بتصير من عدم معرفة، منها موضوع بس سوء إدارة لبعض من المصادر التراثية. فهذا كل هذه المواضيع دخلت في النقاشات اليوم. خلينا أقول لك كيف ممكن أن نفعل يعني التعاونات الدولية، يعني بحكم أنك أنت رئيسة لمجلس إدارة المحافظة على التراث البتراء، كيف ممكن نفعل التعاون الدولي ما بين الدول للمحافظة على هذه القيمة التاريخية والحضارية؟ فعلا التاريخ والثقافة والتراث ليس ملك لدولة واحدة أو لشعب واحد، هو ملك للإنسانية، فبطبيعة الحال يجب أن يكون الحفاظ على هذا الإرث الإنساني بالتعاون مع الجميع. هلا بالنسبة للعلا وللبتراء هذه يعني امتداد حضاري وامتداد تاريخي لنفس الحضارات تقريبا بنفس الفترات الزمنية، فطبيعي جدا أن يكون هناك تعاون، لأنه هذه كانت طرق التجارة، هذه كانت التبادل المعرفي من يعني قدم التاريخ
كان في هذه المنطقة وإشي طبيعي متعود عليه كل سكان هذه المنطقة وامتداد طبيعي جدا في منطقتنا. بدنا نبني على هذا التاريخ ونتعلم منه وناخذ هذه الأفكار وناخذها إلى المستقبل ونبني عليها مشان نبني دي شراكات قوية وبين الدول كلها اللي كانت موجودة. ولاحظنا اليوم أنه الكل على استعداد للتعاون، في وعي كبير على أهمية التراث والمحافظة على التراث اليوم ما كان من قبل. فهذا من الجمعيات ولا من المواطنين؟ من الجمعيات، من الحكومات، من القطاع الخاص حتى، أنه التراث والثقافة هذا موضوع ليس بعيد عن التنمية، ليس بعيد عن بناء السلام في المناطق اللي فيها النزاعات. الأمور الآنية اللي عم تشغل الجميع مثل المواضيع البيئية وغيرها، التراث جزء لا يتجزأ منها، ويجب أن ننظر إلى التراث لنتعلم من الماضي، نتعلم عن الشعوب كيف تعاملت مع التغيير، كيف كان عندها ابتكار وإبداع للتعامل مع معطيات غير متوقعة ونحميها أيضا ونحميها. فهذه المعرفة نستفيد منها في المستقبل مشان إحنا كمان نوعي الأجيال القادمة إنه لهم دور كبير. وش سويتي في العلا بما أن أنت وصلتي أمس؟ بس أكيد كانت عندك فعاليات. لو عندي 10 أشهر ما راح يكفوا لزيارة العلا جدا. زرت الأماكن الأثرية، المعرض الفني، يعني منتج سياحي وثقافي فريد ورائع.